صوت تقدم لكم مقالة صوتية بعنوان كورونيات إنسانية للكاتب المهندس عدنان عبدالله العثمان من موقع القبس الإلكتروني. من كم يوم تم تداول فيديو لوافدة تطلب من حكومتها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الكويت، ولكوننا بشكل عام ملتزمين قرارات حكومتنا بالبقاء في منازلنا، وهذا يضعنا في دائرة الفراغ، فقد دار نقاش بالواتساب مع ربع المصرفيين القدامى. إن كان ما جاء بالفيديو لا يتعدى كونه وجهة نظر أو فيما يخالف القانون، فالطلب من حكومتها معاملة الكويتيين في بلدها بالمثل هو في الواقع أمر مردود عليه، حيث إن حكومتنا تعامل الكل من مواطنين ومقيمين معاملة واحدة فيما يخص محاربة وباء فيروس كورونا. وأعتقد ما في دولة في العالم عندها القدرة وقبلها الرغبة على معاملة مواطنيها قبل مقيميها بمثل ما قامت وتقوم به دولة الكويت، وليس على المعمورة مثلها، وكلنا فخر بما تقوم به حكومتنا بإدارة تلك الأزمة. ولكن ليتنا نخليها تشتغل ولا ندخلها بمتاهات السوشيال ميديا والترشق الإعلامي المبني على الإشاعات وحب الظهور وما ينتج عنه من شحن طائفي تارة وشعبوي تارة أخرى. فالكويت ومنذ نشأتها محطة لمن يرغب في العمل ومشاركة أهلها بالتطور والرخاء والعلم والثقافة، وأهل الكويت جبلوا على الكرم وحسن الضيافة والتسامح والتعايش مع الآخرين. وهذا مو بكلامي، بل هو تاريخ الكويت وواقع الأمر، وهذا ما جعل الكويت جميلة ومتميزة. ولكن ما نراه من محاولة شحن ضد الوافدين أمر غير مقبول، والتعميم على جالية كاملة، والسبب واحد والاثنين طلعوا فيديو مسيء، خصوصا أن دولتنا فيها قانون صارم بهذا الشأن، وكلنا نعرف كم من مواطن بالسجن نتيجة تغريدة وقضية ضده من إحدى السفارات، وما ينطبق على المواطنين ينطبق على الوافدين أيضا. فمن يسيء فالسجن ناطرة، يعني القصد أن هناك قانونا وهو الذي يحدد من أساء أو من أبدى وجهة نظر، فلا داعي للتعسف والتشنج تجاه الآخرين، خصوصا أن ما يربطنا مع الوافدين يغلب عليه الود والعمل ويتعدى إلى النسب والقرابة، فلا ننسف كل ما هو جميل من مبادئنا وثوابتنا مقابل فيديو لجاهل أو متكسب من أي طرف، ولا ننسى أن هناك من يقف بالخط الأول بمواجهة هذا الوباء، كويتيين ومقيمين يدا بيد ولهم كل الشكر والتقدير. ويجب أن نضع الله أمام أعيننا ونحن نتعامل مع الكثيرين من الضعفاء ممن يعملون برزق يومي، وهو قد قطع، ولا ننسى أميرنا حفظه الله قائد الإنسانية، فلنحذو حذوه ونقدم يد العون والمحبة لكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، فعملنا الصالح هو درعنا الواقية من ويلات الزمن. وتسلمون. إذا أعجبتكم المقالة شاركوها مع أصدقائكم، وإذا أردتم الاستماع لمزيد من مقالاتنا سارعوا بتثبيت تطبيقنا صوت. مع تحيات صوت صدى المعرفة.